اهلا بحضراتكم من جديد. انضم لي في الاستوديو وبرحب بيهم الكابتن مريم متولي، لاعبه الفريق الاول ولاعبه منتخب مصر ايضا للكره الطائره. اهلا بيك يا كابتن. اهلا وسهلا. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. عمليه صغيره في الكتف كده بسرعه وجينا. سريعه. الف سلام عليكي ومنورانا. الله يسلم حضرتك. طبعا انضم لي شروق فؤاد، الحقيقه اول مره تيجي لنا في ملوك الصالات، تعبتني حبه كده بس اخيرا بقت معانا. اهلا بيك يا شروق. اهلا وسهلا. منورانا. ميرسي، ربنا يخليك. شروق، قولي لي، يعني انت كنت راجعه مع المنتخب من كينيا، اتاهلتوا كدي تصفيات مؤهله لافريقيا. كلمينا عن التصفيات، كلمينا عن البطوله اللي احنا رايحينها مع المنتخب في شهر 10، كلمينا عن القصه دي. احنا جمعنا في المنتخب من نص رمضان كده، كان تمرين كل يوم. لما خلص رمضان والعيد دخلنا معسكر مغرب، كان عندنا تصفيات المؤهله لبطوله امم افريقيا في شهر 10، كانت في كينيا، كان معانا كينيا واوغندا وكان معانا الكونغو. كسبنا فرقتين وخسرنا من كينيا، بس اتاهلنا يعني الحمد لله. هي اصلا مش فارقه يعني من اول وتاني. فرق كبير بينه وبين كينيا؟ لا والله مش فرق كبير خالص. احنا اخر مره كسبناها كمان يعني كانت في الكاميرون، كسبناها المباراه دي. لا احنا يعني البطوله دي ما كناش متمرنين قوي يعني. احنا اسبوعين هدف تاهل وخلاص. اسبوعين بالظبط، احنا بنتكلم في التاهل وخلاص. بس هي البطوله الجايه اللي هي امم افريقيا دي هي اللي صعبه جدا وهي مهمه جدا. يعني فين وامتى دي؟ في الكاميرون من 17 ل 14 17 ل 14 10. الفرق المشاركه ايه والجامده ايه؟ انا هي فرق كتير جدا يعني، احنا اصلا مستغربين في فرق كتير قوي يعني، اول مره اسمع عنها. احنا كاميرون، كينيا، سنغال، تونس، الجزائر، بوتسوانا، زامبيا، دي برضه اول مره اسمع عنها، غانا، كوتيفوار، سيشل. بس انتوا الفرق اللي بتنافسكم الكاميرون، كينيا والكاميرون، تونس، الجزائر. تونس، الجزائر. لا في فرق كتير قوي بتنافسنا. يعني احنا اصلا يعني بتضايق قوي لما الناس تقعد تقول الفولي اصلا ما فيهوش منافسه. لا خالص. لا بالعكس. خالص بجد. بالعكس. لا منتخبات وانديه في بطوله افريقيا لا كله صحيح. بينافس وكويسين جدا، كلهم بيشتروا محترفين، فيعني الموضوع بيبقى صعب يعني. طب دي لقطات فاكراها شو كانت من تالي كاس مصر؟ لا دي كانت البطوله العربيه. انا اسف شهر 12 اللي فات، انا اسف، البطوله العربيه اللي في الاستاد واللي فزنا بيها. وانت خدت فيها احسن صانع العاب. تالي بطوله عربيه برضو بتبقى تعتبر يعني، هنلاقي فيها تونس، الجزائر، يعني برضو وبيبقوا اغلبهم المنتخب يعني. حتى البطولات العربيه دي بتبقى هي البطوله العربيه هي زيها بالظبط زي افريقيا، بس هو كينيا والكاميرون بس مش فيها. فبرضو تونس والجزائر صعبين بالنسبه لنا. هي البطوله دي تقريبا تونس ما اشتركتش فيها، هي بس كانت الجزائر، كان ماتش فاينل برضو كان صعب اللي هو مجمع بطوله الجزائر. بالظبط. بس عشان جه الالتراس وكده فهم يعني تقريبا اتخضوا شويه. خدناهم وما كسبناهم. خدناهم بسرعه 3-0 يعني. بس يعني فعندنا كمان ان شاء الله بطوله عربيه في الانديه شهر 12. شهر 12 احتمال تكون في البحرين برضو، بس لسه مش اكيد يعني. بس انتوا كابتن حمدي قايم معاكم بصراحه بالواجب وزياده التمرين. عذاب فظيع. العذاب الاليم. ربنا يوفقكم يا رب. روح لمريم، انت احكي لي قصه الاصابه جت ازاي. مش عايز افكرك باوقات صعبه، بس برضه يعني ايه، قولي لنا جت ازاي، عملت العمليه امتى، يعني قولي لنا لغايه الحمد لله دلوقتي الاخبار ايه. هي كانت اصابه تراكميه، مش فجاه وقعت او حصل لي حاجه في الملعب. بقى لي كذا سنه بلعب عليها، فكل سنه بتزيد اكتر يعني. كانت الاول عظمه منفصله عن العظمه الرئيسيه، بعدين الوتر كان قطع جزئي، بقى قطع كلي. يا خبر ابيض. الكبسوله اللي بتمسك الكتف وسعت شويه، وتر البايسبس حصل له حاجات كده برضه. فانت كنت محتاجه لازم تدخل جراحي. كان لازم اعملها. فبعد ما يعني ظهر قوي وانا في افريقيا. عملتها في مصر. عملتها في مصر مع دكتور باسم فليجا. انا عارفه طبعا. بس ظهر قوي وانا في افريقيا ان انا فعلا مش قادره خلاص اتحمل يعني ان انا العب وكده. فبعد ما رجعنا من افريقيا حاولت اتعالج شويه، لو ينفع اتعالج قبل ما اعملها برضو. وجيت وانا في المعسكر بتاع المنتخب بتاع بطوله العالم للمكسيك، ما قدرتش بقى خالص يعني. تخيل كنت معاهم، كنت تفرق معاهم، كنا دخلنا دور الثمانيه الحقيقه. لا المكسيك دي فرقتي انا، سني انا الصغير اللي هو تحت 20 سنه. بالظبط بالظبط. فما قدرتش بقى خالص. بس كان يعني وجودي كان هيفرق كتير. طب انت عملت العمليه بحوالي من تقريبا من شهرين انا فاكر. عملتها من شهرين ونص كده، بعد العيد باسبوعين ثلاثه. وبعد دلوقتي في مرحله التاهيل. الاول اتجبست وبعدين قعدت شويه في الارم سلينج ثلاث اسابيع برده، شهر ونص كتفي متعلق. وبعدين ابتديت بقى خلاص انزل ااهل مع الدكتور المتخصص بتاع دكتور باسم، وابتديت انزل مع الفرقه فيتنس. دي لقطه ليكي برضه مريم في البطوله العربيه. هي كان برضه
وكان على فكره انتوا الاثنين، وكان ده مولد ملوك الصالات يعني في السنه في الشهر ده. كان بدايه ظهورنا حتى، ما كانش في الاستوديو ده، وكنا متابعينكم وكنا سعيدين جدا بالبطوله دي. أيوة. كان ساعتها برضو كتفك بيوجعك صح؟ كان يعني في الفتره دي يعني هو بيوجعني على طول بس في بطوله افريقيا ظهر قوي ان انا مش قادره خالص. طيب دلوقتي انت بدات تضربي ولا لسه ولا؟ لا خالص، انا لسه اصلا مش برفعه حتى 90 درجه، بس ابتديت اجري مع الفرقه عادي واعمل فتنس بس طبيعي، انما خالص مش بلمس اي كوره. طب امتى ممكن الدكتور قال لك تبتدي تنزلي بقى؟ الدكتور كان قايل لي 5 شهور من تاريخ العمليه، فان شاء الله كده يعني لسه ماشيه في 3 شهور، وممكن قال لي لو البطوله العربيه شهر 12 اتحددت ممكن ينزلني ان شاء الله. طيب قولي لي يعني انت كده بالتقريب ممكن تلحقي البطوله العربيه بالتقريب يعني؟ ان شاء الله البطوله العربيه في نادي، بس اول الدوري التمهيدي وكده لا ما اعتقدش. لا طبعا بس ممكن ابقى لسه بتمرن جهازي. انا بتكلم تلعبي فول باور بتهيألي زي ما قال الدكتور، البطوله البطوله العربيه ان شاء الله. هو منزلني يعني هينزلني ان شاء الله عشان البطوله العربيه كمان، لو ما فيش ممكن ما ينزلنيش بدري. وبتهيألي برضه بطوله المنتخب مش هتلحقيها اللي هي برضه اكيد في شهر 10؟ لا خالص، ده مسافرين الشهر الجاي. اتفرج عليها بس. اتفرج عليها بقى يا رب تتذاع. طب قولي لي بقى يعني بطوله افريقيا اللي هي للانديه للابطال، النادي الاهلي بيحاول يجيبها عشان تيجي الصاله، قولي لي يعني انتوا حابين ايه؟ مستنيينها جدا يعني؟ قولي لي كلميني عن البطوله دي. احنا طبعا مستنيينها عشان احنا خسرنا السنه اللي فاتت، فطبعا عايزين نرد طارنا فعلا على ارضنا طبعا بقى وسط جمهورنا زي ما حصل كده في البطوله العربيه. وهترد طار مظبوط يعني نفسنا والله فعلا. فنفسنا طبعا النادي، على فكره النادي ما قصرش. احنا عارفين النادي طلب بتاعتنا احنا والولاد، والاتحاد الافريقي لسه فعلا ما وافقش، بس طبعا احنا نفسنا جدا جدا ونفسنا الجمهور يجي ويقفل الصاله، ويعني واحنا نروح وراكم في الصاله والكلام ده كله والتشجيع. طب قولي لي برضو اكيد في بطوله عزيزه على قلبي شويه، مريم، ايه هي؟ افريقيا 2015 يعني. اهلي ولا منتخب؟ اهلي. انا لسه ما لعبتش امم افريقيا ومنتخب اللي هم لسه يروحوا، لسه ما لعبتش. لسه ما رحتهاش، انما انت النادي الاهلي 2015 دي اللي كانت في تونس صح؟ لا كانت في مصر. كانت في مصر 2016. طب ليه عزيز عليك؟ عشان كانت اول بطوله ليا العبها خالص مع الفيرست تيم، واخدت فيها احسن لاعبه واحسن حائط صد. ما شاء الله خدت فيها القاب كمان جميله، فدي عزيزه عليك. كنت اصغر لعيبه في البطوله واول بطوله ليا خالص، فكانت يعني احسن حاجه. صحيح. طب شروق قولي لي برضو يعني صانع الالعاب بتبقى مهمه صعبه جدا يعني، ان انت تبقى عامل كنترول على الملعب وشايف مين هيشوط ومين، يعني موضوع صعب. حتى في الطايره الموضوع اصعب بكتير يعني. قولي لي المركز ده بدايتك معاه ازاي؟ ليه حبيتيه بالذات المركز ده؟ من صغري يعني الصراحه انا ما جربتش خالص اي بوزيشن تاني غير بلاي ميكر. اكيد مش عارفه الكابتن يعني كابتن اللي مرنوني هم اللي شايفين يعني ان انا موهبه الصوابع عندي احسن مثلا من اي مهاره تانية. هي مش صعبه قوي يعني، بس هو دايما البلاي ميكر دايما لازم يبقى مجمع الناس حواليه، مصاحب كل الناس الصغير والكبير. لو حد مثلا من الصغيرين طلع لنا عشان يلعب معانا ما يكونش خايف، لازم برضو يعني يعني كلنا نحتويه كده يعني، ما يكونش خايف في وسطنا. البلاي ميكر يعني بينفذ تعليمات الكابتن بس جوه الملعب يعني. انا دايما قبل الماتشات تاخدي تعليمات دايما بقعد مع كابتن حمدي، ايه نقط ضعف الفرق الثانيه، ايه بلوكات اللي مش كويسه هناك، ترفعي عند كذا، فنتات كذا كده يعني. طب قولي لي انت ليكي طقوس قبل المباراه يعني؟ برضو خدي بالك اصل انت الشغل المنتالي يعني، انت شغل ذهني كتير. ليكي طقوس قبل المباراه، استعدادات للمباراه يعني؟ احنا بنشوفك في المباريات مركزه، ما بتحكيش كتير، ما بتتكلميش كتير يعني، ايه طقوسك قبل المباراه؟ بقعد مع نفسي كده شويه، ببقى يعني بقرا الفرقه برده اللي قدامي، اهم حاجه يعني بشوف مين الناحيه الثانيه البلوكات يعني، اضعف بلوكات عندي عشان ارفع عندها. نقطه ضعف هناك كتير، كابتن حمدي لما بيقعد معايا بيفهمني كل حاجه يعني. صحيح. بس فبننزل مركزين كلنا، وببقى يعني منبهه عليهم في بوزيشن كذا انا هرفع كذا، فانت هيدخل كذا مثلا في ناحيه الاستقبال كده يعني. بس فالحمد لله يعني كله بيتنفذ وكله بيسمع الكلام، فالنتيجه بتبقى كويسه الحمد لله. طب برضو يعني برضو دي طقوس عامه، انا بتكلم على الطقوس الفرديه. يعني انا لما كنت العب كنت احب دايما ايه يعني
يعني انا شايف مريم بتضحك بس يعني اكيد في طقوس. يعني قصدي اقول ايه، الواحد كان يحب في لعيبه يقول لك لا انا اشرب كوبايه شاي قبل الماتش، هي مالهاش حاجه، ما بتعملوش حاجه على فكره. لا هي طقوسي بقى ان انا مثلا واحنا رايحين الباص كده اقرا قران شويه، سوره ياسين بقى، اذكار كده شويه لحد بقى ما نركز بقى في الماتش وكده. حط هيد فون مثلا في التسخين ولا الكلام ده؟ لا 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 مفيش الكلام ده، لا 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 بندخل الماتش خلاص بقى كله خلاص دخلنا. طب وتربيط الايدين والصوابع؟ اه طبعا الصوابع. شفت انا بجيب حاجه؟ طب مش لا هو ده طبيعي اصل مش كل حاجه ده طبيعي، الصوابع لازم نربط ولازم نرش طبعا كل حاجه لازم نسخن العضله. اه يعني مريم بتلعب بقى في الكتف بقى لها 3 4 سنين بالظبط. اه بالظبط يعني فلازم نربط ونرش مسكنات بقى وحقن في اوضه اللبس قبل ما نطلع. لا حاجات كتير قوي يعني. دي مش طقوس، دي بقت حاجات دي مش دي حاجات عاديه بقت العادي بتاعكم. طب مريم برضو انت ايه الاخبار برضو الطقوس؟ ايه ما تقوليش طقوس الفرقه وبنركز والكلام بتاع التلفزيون. لا 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 قولي لي قولي لي يعني. اه يعني في لعيبه والله قعدت معاهم يقول لك انا احب اشرب كوبايه شاي، طب بتعملي لك ايه؟ ما بتعمليش حاجه بس هو لازم اشرب كوبايه شاي. لا احنا بيبقى معانا كده مشروب بيبقى أيوة. يعني مش شاي يعني مش عارفه اسمه ايه بالظبط بس الطاقة. هو بيبقى اه يعني حاجه زي كده. اه بس ده بيبقى للفرقه كلها مش حاجه خاصه بينا. انا فاهم. بس وطبعا بنربط طبعا وبنرش وبناخد حقن وكده بالدور يعني وحقن وكل حاجه. وبس يعني واحنا في الباص ممكن لو هقعد مثلا لوحدي فهقرا قران. هو في كده قران صغير بيلف على الفرقه كلها بتقراه. دي انتوا بتعملوها كفرقه؟ اه يعني واحده تدي اللي جنبها يعني اي مثلا بتقراها كده. اه بالظبط. وبعد ما بنخلص بقى لو حد خلاص هيحط الهيدفونز في ودنه ويقعد لحد ما نوصل. فمجرد خلاص ما بننزل من الباص ما فيش بقى ضحك ولا اي حاجه، في تركيز بقى وبندخل بقى اوضه اللبس نلبس ونركز ونتكلم ونتكلموا في المباراه الفنيه. اه لو في تشجيع كده شويه ممكن. طب انتوا لما بتلاقوا يعني الفرقه يعني انت برضو نجمه في الفريق سواء انت او شروق، بس ساعات بتحسوا ان الفرقه مش يومها، ساعات بتحسوا الفرقه خايفه. احنا كنا لعيبه وعارفين كده، اللعيبه نايمه داخلين نايمين كده اوضه اللبس، بتعملوا ايه؟ كابتن حمدي بيلاحظ من اول ما بنطلع الباص. شفت العقل على طول. اه بس يعني طلعتنا للباص نفسها اللي حصلت في افريقيا السنه اللي فاتت، هي حصلت في السيمي فاينل ماتش الشمس. انا ما كنتش عايز اروح له بس هو ده اللي حصل يعني. انا مش عارفه ايه اللي حصل لنا يعني. هو دي اوف يبقى على لعيبه. اه بالظبط على واحده اثنين، لكن احنا ما شاء الله على السته. شايفين بنعمل ايه في الماتش؟ ما شاء الله كان نايم اكتر. اه بالظبط. يمكن المسؤوليه زياده، احساسكم بالمسؤوليه ممكن مسؤوليه او ممكن باصين لماتش الفاينل اكتر. لا 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 مش انت. اللي مش حصل عارف. ان انتوا كنتوا قلقانين تخسروا فخسرتوا، صدقيني هو ده اللي بيحصل. احنا بس لما بنركز والله 50% كسبناهم 25-12 يعني. تاني شوط كسبناهم 25-12 صحيح. بس انا مش عارفه ايه اللي حصل يعني. احنا بجد لو الماتش ده اتلعب 60,000 مره هنكسبه 3-0 صحيح. انا بجد مش عارفه ايه اللي حصل. بص هو بص خدي بالك بيبقى في ماتش كده اوف سيزون. انا بقول لك يمكن انتوا الماتش ده احنا يعني حتى كنا في الاستوديو هنا قلقانين شويه لان هو ماتش ضغط عصبي، لان هو يعتبر كان فاينل، لان الشمس كان عامل ماتشات كويسه. اه بالظبط. فيمكن حته المسؤوليه الزياده دي جت معاكم باثر رجعي. يعني جت معاكم بنوم بزياده كده. اه عشان كده عايزين ناخد بطوله افريقيا ناخد بطارنا. لازم. بس خدي بالك كنا ممكن نعدي من الشمس والفريق التونسي. اه الفريق التونسي كان برضو مستعد جامد وجاي. ما بحبش. لا يعني لو كنا قابلنا كارتاج والله كنا هنكسبهم برضو. يعني انا كنت حاسه بكده يعني. بس هي احنا ما عداش في سيمي فاينل يعني. هي مشكله ان الدي اوف جيف في بطوله وقت غلط مش خالص، مش مثلا ماتش الدوري او في ماتش في المجموعه يتعوض مثلا. يعني هو دي كده ببطوله كامله قوي واهم بطوله. صحيح يعني. طب قولي لي برضو يعني السنه دي انتوا يعني خلينا نتكلم في مصر، يعني انتوا صعب مالكوش منافسه يعني، يبقى المنافسه للذات دي صعبه شويه. انتوا طموحك ايه مع الاهلي السنه دي؟ طبعا السنه ناخد الدوري وكاس وافريقيا، طبعا 3 بطولات الاساسيه وبطوله عربيه. السنة نروح كاس عالم للانديه طبعا لو ان شاء الله خدنا بطوله افريقيا عشان احنا ما خدناهاش. طب الكارتاج هيشارك بطوله كاس عالم ولا لسه ما اتعملش؟ لا كاس عالم للانديه للي بياخد افريقيا بس. كارتاج هيروح؟ بس لا ما فيش اصلا، ما فيش لا افريقيا اساسا، ما فيش كاس عالم. بياخدوا فرقه ثانيه من اوروبا يعني. احنا خدنا افريقيا مرتين ما رحناش. لا بيقولوا انها اتعملت. لا للولاد راحوا كاس عالم كان في البرازيل من سنة بالظبط. وبرده بعدها ما منعوا خلاص. طيب يعني انت عايزه 3 بطولات يعني او ما تتمنيه 3 بطولات مع الاهلي؟ طبعا. وبطوله افريقيا والبطوله العربيه يبقى كده 4 بطولات وبنروح كاس عالم للانديه يا رب ان شاء الله. طب بس الدوري بقى فيه منافسين يعني دلوقتي. وادي دجله ماشي كويس؟ لا وادي دجله
خلاص يعني اتقفل مش فاللعيبه بتاعته كلها اغلبها راحوا الزمالك فالزمالك دلوقتي اكيد هيبقى قوه. وعندنا اوريدي الشمس كويس عندنا الشمس والزمالك وسبورتنج. هليوبلس بعد فريدة الاسقلاني الدنيا عندهم صعبه شويه يعني هليوبلس ممكن يبقى بعيد شويه بس ده السيزون اللي فات ما اعرفش السيزون ده ممكن يبقى لا بس ان شاء الله انتوا تخلصوا على طول باذن الله. طب وليه يا شروق انت يعني السنه دي اخبارك ايه؟ نفسك ايه مع النادي؟ انا اول حاجه عايزه احققها اللي هي بطوله اللي هي الامم الافريقيه في المنتخب عشان دي مؤهله اليابان. موضوع زعلك قوي شكله. عشان دي مؤهله اليابان يعني انا بتاعت المنتخب بتاعت المنتخب دي مهمه قوي عشان يعني برضو انا من احلامي يعني ان انا اطلع كاس عالم فيرست تيم. انا ما شاركتيش؟ لا ما شاركتش خالص وفي ناس اصلا يعني عندنا في الفرقه كبار لحد دلوقتي لسه برضو ما راحوش كاس عالم فدي اكتر حاجه يعني احنا بنحلم بيها. لما نرجع بقى ان شاء الله مع النادي عندنا 4 بطولات فان شاء الله باذن الله ناخدهم يعني اهم حاجه طبعا بطوله افريقيا بتمنى ان هي تبقى على ارضنا يعني وسط جمهورنا يا رب الاتحاد الافريقي يساعد ويدهنا بس بيتهيألي الاتحاد الافريقي مش هيدي الاثنين النادي الاهلي مش هيدي ولاد ورجال يعني مش هيدي سوري رجال وسيدات صعب بيتهيألي اتوقع كمان هيجيبوا هاند بول ولاد وبنات هاند بول جاي طب اشمعنى ولاد وبنات؟ لا عشان هو لا ما انا هقول لك عشان الرول بتاعت الاتحاد الافريقي بيعملها كده يعني حتى لما السنه اللي فاتت كانت في 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 اغادير الولاد والبنات لعبوا هم بيعملوها كده ورا بعض يعني يعني تبقى زي دوره كده ورا بعض فدي عشان الاتحاد الافريقي انما الاتحاد الافريقي الطايره لا تهيألي يعني توقعي كده هم يودوا الولاد بقى في اي حته خلينا على ارضنا لا ان شاء الله تبقى موجوده. طب قولي لي برضو يعني الالقاب الشخصيه او الالقاب اللي انت خدتيها على المستوى الشخصي افريقيا كانت ايه برضو يا شو؟ انا دي كانت احسن بطوله اللي هي بطوله افريقيا اللي هي كانت في تونس اللي هي كانت مش السنه اللي فاتت دي لا مش اللي احنا خسرناها اللي قبل كده 2016 كانت في تونس كانت بطوله برضو صعبه جدا صحيح حصلت على احسن بلاي ميكر برضو في افريقيا دي كانت اول مره والبطوله العربيه برضو حصلت على احسن بلاي ميكر في العرب بس. ما شاء الله. طيب يعني اكيد هيبقى موسم صعب ومحتاج استعدادات اكيد اكيد ومحتاج منكم تعب. كابتن حمدي برضو اكيد يعني بيمرنكم تمرين بنظام شديد يعني احنا اصلا عشان هم بتوع 23 في المنتخب دلوقتي بيلعبوا بطولة عالم في سلوفينيا فاحنا بس 4 فيرست تيم فاتنين في الاهلي واتنين في الشمس فاحنا لما رجعنا الاهلي يعني تقريبا احنا هنتمرن معاهم 10 ايام بس هو بجد مش رحمنا صحيح وهو بس ان شاء الله انتوا قادرين باذن الله يا رب اكيد ان شاء الله. شروق نورتيني والله وكان نفسي يعني اللقاء يعني يستمر كتير بس ان شاء الله هيكون بينا لقاءات بعد ما كسبكم بطولات كتير نورتيني يا شروق ان شاء الله باذن الله والتوفيق الفتره الجايه كلها. مريم الحمد لله على سلامتك ونورتيني وشرفتيني. ميرسي يا كابتن ربنا يخليك. اعزائي المشاهدين الحقيقه الحلقه مرت سريعا كان معانا نجوم على مستوى كبير كان معانا اخبار كتير بشكر حضراتكم على متابعتكم لينا انتظرونا الاسبوع الجاي اكيد هيكون في لقاءات بنجهز حلقه ان شاء الله تعجبكم الاسبوع القادم في انتظار المنافسات تنطلق عشان نبتدي نغطي ملوك الصالات في كل حته بشكر حضراتكم شكرا جزيلا ميعادنا الجمعه الجايه من 7 ل 9 شكرا لحضراتكم.